اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. ايضا كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ازيك يا اسلام. احمد، خليني ابدا معاك، رايك في مباراه اليوم؟ مباراه اليوم طبعا عشان نتكلم عليها، طبعا نتيجه يعني متوسطه، ما اقدرش اقول طبعا ان هي جيده، لان الهدف 1-0 ده انت هتضطر ان انت هتلعب في مباراه الاياب على حاجتين. اول حاجه ان انت ما تستقبلش هدف، عشان لو هم جابوا جون هتضطر ان انت محتاج 3 جوان. الحاجه الثانيه محتاج ان انت تسجل جونين مش جون واحد، جون واحد هيوصلك لركلات ترجيح، جونين انت ان شاء الله تصعد. عشان تبص على المباراه النهارده انا شايف ان فيها كذا عنصر عشان تقدر تحلل المباراه. اول حاجه نقطه التحكيم، انا شايف ان البطوله بينظمها الفيفا، والبطوله دي معموله تجربه في قاره افريقيا، عشان تتطبق في اوروبا يكون التحكيم بالمنظر ده 3 ماتشات على التوالي للنادي الاهلي ضربه جزاء ما تتحسبش، دي حاجه، لا حاجه صعبه. ما ينفعش يا جماعه يكون في فار، امال احنا مدخلين الفار ليه؟ وبطوله افريقيه والحكام وضربه جزاء ما تتحسبش للماتش الثالث على التوالي. يا ريت لو نستعرض الصور بتاعه 3 ضربات جزاء لثلاث ماتشات على التوالي، دي حاجه مش، لا حاجه بالنسبه للتحكيم. لازم النادي الاهلي يطالب بحكام من كلاس A في مباراه الاياب. لازم نعمل ضغط، ما ينفعش يا جماعه 3 مباريات ورا بعض ما يتحسبش ضربه جزاء للنادي الاهلي، وهي ضربه جزاء صحيحه بشهاده جميع خبراء التحكيم. مره واحده، مره ثانيه يا جماعه ما ينفعش، نحن لا نبرر ولكن نطالب بحق النادي الاهلي في هذا الامر. ولازم نطالب يا كابتن اسلام في مباراه الاياب بالحكم من كلاس A في مباراه الاياب، لان عيسى سي سنغالي تحدد عيسى سيفا، عيسى سيفا اسم جيد، ولكن يا جماعه انا وجهه نظري ما اعرفش ان الحظ بيبقى واحد. انا مش من محبي موضوع المؤامره، والله بجد نظريه المؤامره، ولكن ما يحدث يدعوك ان انت تنظر الى التحكيم الافريقي في 4 مباريات متتاليه يحدث نفس الامر. يا كابتن اسلام ممكن انا ابقى وحش طول الماتش، انا النهارده وحش طول الماتش، بس ضربه الجزاء دي لو كانت اتحسبت كانت هتبقى 1-1. كنت خلاص، كنت يعني يبقى نسبه الصعودي كانت 70-75. صحيح، دي اول نقطه، نقطه التحكيم. النقطه الثانيه نقطه المدرب، عشان تقيم المدرب بتاع مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي النهارده. كولر لعب على مرحله واحده بس، هي مرحله الدفاع. لعب مرحله في كره القدم، احنا النهارده ما كناش بنتحول من الدفاع للهجوم خالص، كنا بندافع بس. احنا تحس ان التحضير النفسي كان الذهن كله، كل الناس شغله نفسها بالخماسيتين اللي احنا خدناهم قبل كده، فخايفين ان احنا نتغلب تاني، فتحس ان احنا واقفين ورا بس، ما كانش في تحولات. صحيح. الحاجه الثانيه التغييرات بتاعت كولر انا شايفها غير موفقه النهارده. تمام. من وجهه نظري كان ممكن يبقى النهارده تنزل بيرسيتا وراس حربه وتنزل حسين الشحات، خاصه ان حسين الشحات كان ماشي بشكل كويس. ليه تم ابعاء كوكا؟ كان ماشي بشكل كويس فجاه، ما كانش موجود في التغييرات. رهانه برضو على صلاح محسن، صلاح محسن ما اداش بشكل كويس في التشكيل الاساسي. فممكن من ناحيه المدرب كولر نجح في حته الدفاع فقط، ان انت خرجت ب1-0. ممكن غلطه من الشناوي في الهدف، لكن كان ممكن افضل من كده. التحولات من الدفاع للهجوم، التغييرات بتاعه كولر كانت ممكن تكون افضل من كده، ونتمنى ان شاء الله في مباراه العوده ان احنا نعوض الحاجات دي. بالنسبه للعيبه، لا عشان يبقى احنا قيمنا الحكم، قيمنا المدرب، نقيم اللعيبه. اللعيبه في بعض اللعيبه قدمت اداء كويس، وفي بعض اللعيبه التاني لا، محتاجه ان هي تراجع نفسها تاني. اللعيبه اللي قدمت بشكل كويس، انا شايف مكسب المباراه النهارده اكرم توفيق. طبعا اكرم توفيق بصراحه واحد من اللعيبه الرجاله اللي وقت ما بتحتاجها بتلاقيها. نزل الشوط الثاني قفل الجبهه بتاعت ماسيكو، عمل جبهه كويسه جدا. برضو واحد زي رضا سليم، رضا سليم انا شايفه من اللعيبه اللي نورت مع النادي الاهلي، كان يعني مدي الدفاع اكتر من هجوم النهارده، جيم دفاعي، وكان تحس ان هو كان بيلعب باك ليفت جنب علي معلول. صح. طول الماتش، وهنشوفها حتى في الحالات طول الماتش باك ليفت. لكن في بعض اللعيبه الثانيه اللي محتاجه واقفه مع نفسها، بيرسي تاو تحديدا بقاله 3 ماتشات بصراحه ما بيعملش محاولات على الجون خالص، ما بيرجعش دفاعيا، محتاج واقفه شويه مع نفسه. مروان عطيه محتاج وقفه، لازم يا جماعه اللعيبه تراجع نفسها في الفتره دي، عشان احنا مش هقول بقى لا ارهاق، ولكن احنا عندنا مباراه اياب، احنا النادي الاهلي. شفنا اللقطه بتاعه مكوينه، الفيديو بتاع مكوينه، لازم الفيديو ده يتحط في اوضه اللبس لعيبه النادي الاهلي. المدرب بتاع صن داونز بيحتفل ولسه عنده مباراه اياب مع النادي الاهلي، ما يعرفش اسم النادي الاهلي. لازم نعلمه اللقطه دي كده، لازم تتحط بكره في اوضه اللبس. لازم اللعيبه والجهاز الفني لازم نعلم مكوينه يعني ايه اسم النادي الاهلي، ده بيحتفل ولسه عنده اياب وكسبان 1-0. اللقطه دي مهمه جدا ولازم ناخدها دافع، ولازم تكون حافز لينا ان احنا
نرد. احنا انا شايف ان احنا افضل. لو بصيت برضو النقطه الرابعه المنافس سان داونز، انا شايفه مش مخيف يعني، مش شرس صراحه، رغم ان هم استحواذ، بس على المستوى الهجومي عملوا كام محاوله يا جماعه يعني، تحس كام خطوره، مفيش. بيتر شيلويل غايب، لوكاس روبيرو غايب، مورينا غايب، الثلاثه المهمين قدام غايبين، فتحس ان لا هم مش شرسين. وخلي بال حضرتك هم ما نزلوش، مش موجودين في القايمه يعني، بنسبه كبيره مش هيبقوا موجودين على الاياب، مع غياب مكوينا رقم اربعه احد اهم اوراق سان داونز، معانا صورته برضه، ومعانا ده اهم لعيب عند الراجل مكوينا ده رقم اربعه في مرحله بناء الهجمه، لما يغيب هياثر عليهم، دي نقطه برضه. طبعا هو اخد انذارين، انذار في مباراه بيترو اتليكو وانذار في مباراه النهارده. لما يغيب هياثر عليهم بشكل كبير. بالنسبه للمنافس زي ما قلت لحضرتك، انا مش شايفه شرس. بيلعبوا كره كويسه، تمريرات، بيتحركوا بدون كره بشكل كويس، لكن انا مش شايف شراسه هجوميه خالص. طيب اهو ده مكوينا بالمناسبه، ده اللي هيغيب رقم اربعه. هاتوا الصوره اللي بعدها كده، هتلاقي دوره في تحضير الهجمه. ده لما يغيب، بص يا كابتن اسلام، هو دايما المحطه الاولى اللي قدام حارس المرمى يعني. صحيح. اول حاجه في المرحله الاولى الحارس المرمى، بعد كده مكوينا وجنبه مارسيلو اليندي. النهارده لما مكوينا ده يغيب بيفقده 60 70% في مرحله بناء الهجمه لسان داونز. اوكي. ودي لازم تاخد دافع اللعيبه برضو، ان النهارده غياب لعيب مؤثر في سان داونز، مع غياب لوكاس روبيرو، مع غياب بيتر شيلويل، مع غياب مورينا، انت غايب عندهم لعيبه مؤثره كتير، لازم ان شاء الله نعوض في مباراه الاياب باذن الله.